بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمياء اثنين معكم معلمتكم العنود العتيبي نرحب باستاذ لغه الاشاره صالح العوجان باذن الله اليوم سيكون التوزيع الالكتروني التوزيع التوزيع الالكتروني في الحاله المستقره وهو الباب الثالث الالكترونات في الذرات الفكره العامه في الالكترونات ذرات كل عنصر ترتيب خاص به كانت الدروس عندنا الضوء طاقه الكم نظرية الكم والذرة والآن وصلنا إلى التوزيع الإلكتروني، الفكرة الرئيسة فيه يحدد التوزيع الإلكتروني في الذرات أو يحدد من خلال ثلاثة قواعد سنتعرف عليها بإذن الله. ماذا تعلمنا في الحصة الماضية؟ تعلمنا الضوء وطاقة الكم، نموذج بور للذرة كذلك، النموذج الميكانيكي للذرة ومستويات ذرة الهيدروجين. بإذن الله اليوم نكمل الدرس الثالث التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة. القواعد الثلاث وهي مبدأ أفباو، مبدأ باولي، وقاعدة هوند نبدأ بإذن الله في رسم مربعات المستويات والترميز الإلكتروني ويكون تكملة الدرس في الحصة القادمة بإذن الله. إذا عنوان الدرس التوزيع الإلكتروني، قلنا يحدد التوزيع الإلكتروني باستخدام ثلاثة قواعد. أهدافنا نطبق مبدأ باولي ومبدأ أفباو وهو بين قوسين البناء التصاعدي وقاعدة هوند هذه الثلاثة نستعملها لكتابة التوزيع الإلكتروني باستخدام طريقة رسم المربعات طريقة الترميز الإلكتروني وطريقة ترميز الغاز النبيل نوضح المقصود بإلكترونات التكافؤ ونرسم التمثيل النقطي لإلكترونات التكافؤ في الذرة هذا سيكون في الحصة القادمة بإذن الله المفردات الجديدة التوزيع الإلكتروني مبدأ فباول بناء التصاعدي با... مبدأ باولي قاعدة هوند هذه ستكون بإذن الله اليوم، يتبقى لدينا في الحصة القادمة إلكترونات التكافؤ، التمثيل النقطي للإلكترونات. تمهيد، لاحظ معي هؤلاء الناس يقفون عند محطة الحافلات، يتواجد الناس عادة أمام مواقف الحافلات للصعود عليها، يجلس كل واحد منهم في مقعد، ثم يأتي البقية ويجلسون في مقعد ثم المحطة التي تليها ويجلسون في المقاعد حتى يكون تكون الحافلة ممتلئة بالناس، إذا هنا ترتيب للناس في المقاعد، إذا يأتي آخرون يشاركونهم نفس الكراسي، أحيانا تكون الكراسي شخصين، ثم يشاركونهم، إذا بنفس الطريقة تملأ الإلكترونات تملأ إلكترونات مستويات الطاقة. ما هو التوزيع الإلكتروني؟ درس اليوم عن التوزيع الإلكتروني فما هو التوزيع الإلكتروني؟ بنفس طريقة ترتيب الناس في الحافلات هو ترتيب الإلكترونات في الذرة. عندما يقومون الناس بالجلوس في الحافلة يقومون بالجلوس في الكراسي مثلا الأمامية ثم الخلفية ثم التي تليها حتى يصلون إلى نهاية الحافلة. إذا يقومون بالترتيب بطريقة منظمة. الأنظمة ذات الطاقة المنخفضة أكثر استقرارا من الأنظمة ذات الطاقة العالية. الأنظمة ذات الأنظمة ذات الطاقة المنخفضة أكثر استقرارا من الأنظمة ذات الطاقة العالية، الناس يبدأون بالكراسي الأمامية ثم التي تليها ثم التي تليها. إذا بنفس الطريقة الإلكترونات تبدأ في الأنظمة ذات الطاقة المنخفضة، عندما تصعد الدرج لا تصعد إلى الدرجة رقم خمسة مثلا تبدأ من الأول في الثاني في الثالث في الرابع وهكذا إذا من المنخفضة حتى تصعد إلى الأعلى لأن الأنظمة ذات الطاقة المنخفضة أكثر استقرارا من الأنظمة ذات الطاقة العالية ماذا يحدث؟ تميل الإلكترونات إلى اتخاذ ترتيب يعطي الذرة أقل طاقة ممكنة أقل طاقة ممكنة حسنا ثم يسمى ترتيب الالكترو... الالكترونات في الوضع الاقل طاقه والاكثر ثبات يسمى بماذا بالتوزيع الالكتروني في الحاله المستقره للعنصر كيف نتحكم بذلك نتحكم بالقواعد الثلاثه القواعد الثلاثه هذه تتحكم في ترتيب الالكترونات في مستويات الذره ما هي هذه القواعد مبدا افباو مبدا باولي وقاعدة هون إذا نعيد هذه الشريحة التوزيع الإلكتروني تعريفه ترتيب الذرات ترتيب الإلكترونات في الذرة كيف تترتب؟ تترتب في الأنظمة ذات الطاقة المنخفضة ثم بعد ذلك إلى الأنظمة المستقرة إذا تبدأ في المنخفض ثم عفوا ثم العالي لماذا تفعل ذلك؟ لأنها تميل إلى الاستقرار فتعطي الطاقة فتعطي الذرة أقل طاقة ماذا تسمى هذه الحالة؟ تسمى بالتوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة للعنصر كيف أتحكم بذلك؟ أتحكم عن طريق ثلاثة قواعد ما هي هذه القواعد؟ مبدأ أفباو مبدأ باولي وقاعدة هوند لنتعرف الآن أولا على مبدأ أفباو كل إلكترون يشغل المستوى الأقل طاقة الناس في الحافلة تبدأ من الكراسي الأمامية حتى الخلفية نفس الطريقة هنا يسمى مبنى مبدا البناء التصاعدي مبدا البناء التصاعدي فنبدا من الاسفل هنا اقل طاقه لاحظ السهم فهنا يكون الاعلى طاقه اذا ازدياد السهم بهذه الطريقه 1s 2s 2b 3s 3b 4s 3d اذا تبدا او كل الكترون يشغل يجلس في المستوى الأقل الطاقة لاحظ السهم أو الخط هنا ما بين 3D وال 4S لاحظ أنه 3D يعلو ال 4S بالطاقة لاحظ في كتابك خذ مسطرة وانتقل إلى الشكل 17-2 وانظر بالمسطرة وضع المسطرة بين 3D وال 4S من يعلو من في الطاقة ثم بعد ذلك الـ 4D والـ 5S أيضا الـ 4D تعلو أو أعلى من الـ 5S في الطاقة الـ 5D أعلى من الـ 6S والـ 6D أعلى من الـ 7S وينطبق الكلام بالضبط على الـ 4F والـ 5F إذن تحديد التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة يتطلب معرفة من أعلى من من في الطاقة؟ يتطلب معرفة ترتيب المستويات الفرعية وفق تزايد طاقتها. هذا المخطط مهم جدا حتى تحدد من يعلو من في الطاقة. فسنقول أن 3D أساسا موجود في المستوى الثالث، لماذا يعلو المستوى الرابع؟ ويصبح بعده الجواب لأنه يعلوه في الطاقة. اسم افباو ما هو افباو افباو هو مشتق من كلمه المانيه ويقصد فيها افباون وهي تعني يهيئ او يرتب طبعا هنا خواص رسم افباو الخاصيه طاقه المستويات الفرعيه في المستوى الثاني جميعها متساويه يقصد فيها مثلا التو بي والبي ثلاثه اللي هو بي اكس بي واي وبي زد هنا جميع المستويات الثلاثه متساويه في الطاقه الثاني في الذره المتعدده الالكترونات تكون طاقه المستويات الثانويه المختلفه ضمن مستوى الطاقه الرئيس الواحد مختلفه طاقة المستويات الفرعية الثلاثة في المستوى الثاني الثانوي 2B أعلى من المستوى الثانوي 2S آه يعني 2S التو بي اذا التو بي اعلى طاقة من 2S ثالثا تسلسل زيادة طاقة المستويات الثانوية ضمن مستوى الطاقة الرئيسي الواحد هو وهذه اخذناها في الحصة الماضية الاس بي دي اف. اذا كان ان تساوي 4 يكون التسلسل 4s 4b 4d 4f طبعا اقلهم هو الاس واعلاهم هو الاف في الطاقه أربعة تستطيع مستويات الطاقة الثانوية لمستوى رئيس أن تتداخل مع مستوى طاقة رئيس آخر مثل ما حدث قبل قليل 3D يتداخل مع الـ 4S إذا تكون مستوى الطاقة الرئيس في المستوى الثانوي 4S أقل من طاقة المستويات الفرعية الخمسة في الـ 3D نعم الـ 3D في المستوى الثالث ولكن لأنه أعلى طاقة من الـ 4S فسيأتي بعده لاحظ معي هذا الترتيب انظر إلى السهم هنا 1S في الأعلى 2S 2B 3S 3B 3D إذا انظر إلى السهم كيف سنكتب التوزيع 1S 2S 2B ثم 3S 3B 4S لاحظ 3D أتت بعد 4S ثم نكمل المستوى الرابع 4B 5S لاحظ بعد الـ 5S أتت الـ 4D 5B نكمل المستوى الخامس ثم السادس 6S 4, 4F هنا دخل المستوى الرابع من الـ F ثم المستوى الخامس من الـ D ثم نكمل المستوى السادس من F 7s، لاحظ هنا أتت الـ 5f، أتت هنا 6d، ثم نكمل المستوى السابع، ثم في الأخير الـ 7d، كيف ستكتبها؟ ستكتب من اليسار 1s، 2s، هذا المستوى الثاني، 2b، 3s 3b هذا المستوى الثالث 4s 3d 4b هنا المستوى الرابع ولكن 3d دخلت وتداخلت بين المستوى الرابع بين 4s وال 4b المستوى الخامس 5s 4d 5b نفس الطريقه انتقلت ال 4d في المستوى الخامس ثم المستوى السادس، طبعا هنا تكملة ستأخذها من هذا الرسم البياني. إذا هذه هي طريقة التوزيع الإلكتروني. طبعا هو ثابت لجميع العناصر، ولكن إلى أين أنا وصلت في العنصر؟ أتوقف. وسنشرحها بعد قليل. مبدأ أفباو باو يصف التسلسل الذي تمتلئ فيه المستويات. أملأ من قبل من؟ أملأ الون إس؟ قبل 2 اس لا استطيع صعود الدرج الثاني قبل الاول لابد ان ابدا في الاول ثم الثاني لا استطيع ملء مل التوبي قبل ان املا أملأ اس اذا لابد ان يكون هناك ترتيب في توزيع الذرات اذا يصف التسلسل الذي تمتلئ فيه المستويات الفرعيه بالالكترونات لابد ان نعرف ان الذرات ايضا لا تبنى باضافه الكترون بعد الاخر المبدأ الثاني مبدأ باولي وهذا هو العالم باولي اقترح العالم هنا هو جنسيته النمساوي بعد ملاحظة الذرات في حالة إثارة تتحرك اقترح مبدأ باولي ما هو مبدأ باولي؟ قال أن عدد إلكترونات المستويات الفرعي الواحد لا يزيد عن إلكترونين عن إلكترونين ويدور كل كل منهما حول نفسه لكن معاكس للآخر في الاتجاه الحد الأعلى للإلكترونات في مستويات الطاقة الرئيسة هو 2N تربيع بمعنى أن لو كانت N تساوي 2 سنطبق القاعدة هنا ونقول 2 ضرب 2 تربيع يعطيني 2 ضرب 4 يعطيني 8 إذا في المستوى الثاني يوجد بالفعل 8 إلكترونات وتستطيع التطبيق على جميع مستويات الN السبع يمكن تمثيل مستويات الفرعية بمربعات. هذا هو المربع. هذا هو المربع، ويمكن تمثيل الإلكترونات بأسهم. الإلكترونات تكون موجودة في داخل المربعات. لاحظ معي سهم للأعلى وسهم للأسفل، نحن قلنا بعكس الاتجاه الآخر الواحد عكس الآخر. لكل إلكترون اتجاه دوران مرتبط معه. يمثل السهم المتجه إلى أعلى دوران الإلكترون في اتجاه معين، عادة لأعلى كأنه إشارة موجبة، ولأسفل الإشارة السالبة، طبعًا لأنهم باتجاه عكس اتجاه بعض. يمثل السهم المتجه لأسفل دوران الإلكترون في الاتجاه المعاكس، فإذا كان الأعلى مثلًا موجب يكون الأسفل سالب. يمثل المربع الفارغ، بمعنى أنه لا يوجد لديه الكترونات ويستطيع العنصر ان يتفاعل مع عناصر اخرى ويكون ارتباط معها الذي يحتوي على سهم واحد يمثل مستوى فرعي بالكترون واحد فقط اي يوجد لديه شاغر واحد اخر الذي يحتوي على سهمين يتجه احداهما الى الاعلى والاخر الى الاسفل معناه ان هذا المستوى الفرعي ممتلئ القاعده الثالثه قاعده هوند توزع الإلكترونات في المستويات الفرعية المتساوية الطاقة بحيث تحافظ أن يكون لها الاتجاه نفسه من حيث الدوران، بمعنى عندما أكتب الأعلى أعلى أعلى حتى أكمل المستويات المربعات، ثم أسفل أسفل أسفل. أسفل. قبل أن تشغل الإلكترونات الإضافية اتجاه الدوران المعاكس المستويات نفسها. في الحافلة الناس يجلسون في الكراسي على اليسار 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 ثم اليسار الكرسي الآخر، اليسار 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 وهكذا فهو بالترتيب. فهنا نفس الطريقة، لاحظ معي لنفترض أن لدي ثلاث غرف، إذا هذا السهم الأول، الغرفة الأولى فوق، الغرفة الثانية فوق، الغرفة الثالثة، السهم أيضا إلى الأعلى فوق. هنا المربعات أو الغرف امتلأت إلى الأعلى، ننتقل الآن إلى الأسفل، أسفل أسفل وأسفل، بحيث يكون بهذا الترتيب، إذا أعلى 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 ثم أسفل 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 حتى أكمل ويصبح في النهاية يعطيني أسهم إلى الأعلى وأسهم إلى الأسفل، ولكن الطريقة في الترتيب كيف أرسمها؟ لاحظ معي تتنافر الالكترونات المشحونه بشحنه سالبه وهذا التنافر يؤدي يؤثر في التوزيع الالكتروني في المستويات الفرعيه متساويه الطاقه حتى لا يحدث تنافر نقوم بعكس الاسهم باتجاه بعض طبق المثال التالي طبعا نحن نعرف ان الاس يستوعب الكترونين والبي يستوعب سته والدي يستوعب عشره والاف يستوعب اربعه عشر لاحظ معي المثال 1s2 2s2 2p3 2 4 7 ما هو هذا العنصر هو النيتروجين حسنا في الغرفه الاولى او في المستوى الاول لدي 2 الكترون اذا سهم للاعلى وسهم للاسفل الغرفه الثانيه والمستوى الثاني سهم للاعلى سهم للاسفل في مستويات الاس لا يوجد لدي مشكله ولكن المشكله في البي لانها اكثر من مربع فلا بد ان يكون بما انه 2 b 3 اذا الـ 3 هذه الـ 3 2 b 3 الثلاثه هذه الكترون والكترون الكترون فالإلكترون الاول يكون في التو عفوا البي زد والثاني في البي واي والثالث في البي اكس، لو كان لدي هنا تو بي 4، إذاً سيكون نفس الحل، تو بي زد، تو بي واي، تو بي اكس، والرابع سينتقل إلى تو بي في الغرفة الأولى يعني أو في المربع الأول، لو كان لدي بي 5، سأنتقل للغرفة الثانية، لو كان لدي تو بي 6، سأنتقل وأرسم السهم إلى الأسفل في الغرفة الثالثة أو في المربع الثالث. التوزيع الإلكتروني، كيف سنقوم بالتوزيع؟ لدي ثلاث طرق، رسم المربعات، مربعات المستويات، الترميز الإلكتروني، وترميز الغاز النبيل أو الطريقة المختصرة. اليوم سيكون رسم مربعات المستويات والترميز الإلكتروني، في الحصة القادمة سيكون ترميز الغاز النبيل ونكمل معه إلكترونات التكافؤ بإذن الله. اولا رسم المربعات مربعات المستويات لاحظ معي هنا التوزيع الالكتروني لذره الكربون 6 1s2 2s2 2b2 لاحظ معي الرسم كيف يكون انني اكتب المستوى والمستوى الرئيس والثانوي تحت المربع وارسمها بما انه لدي الاس 2 اذا سهم لاعلى وسهم لاسفل 2 اس سهم لأعلى وسهم لأسفل، لأنه يوجد لدي اثنان هنا. التو 2 بي 2 فنرسم المربعات الثلاثة ولكن فقط نعبي مربعين اثنين إلى الأعلى، فيكون لدي 2 بي. إذاً طريقة رسم المربعات يعنون كل مربع بعدد، لاحظ، يعنون كل مربع بعدد الكم الرئيس، هذا هو 1 Two, two. هذا هو عدد الكم الرئيس وأيضاً مستوى الطاقة الفرعي في المستوى الثانوي وهو S S والبي إذن يعنون بهذه الطريقة ترسم المربعات في داخلها الأسهم ما هي الملاحظات على رسم المربعات؟ في ذرة الكربون في الحالة المستقرة يحتوي المستوى الفرعي 1S فقط على إلكترونين ونحن درسناها سابقاً إلكترونين كذلك في المستوى 2S وإلكترونين هنا في ال طبعا سيكون في ال زد وال2 واي يتبقى لدينا اكس وهو فارغ الترميز الالكتروني يعبر الترميز الالكتروني عن مستوى الطاقه الرئيس والمستويات الثانويه المرتبطه مع كل المستويات الفرعيه في الذره يتضمن اسا يمثل عدد الالكترونات في المستوى بمعنى هنا المستوى الاول للكربون يوجد فيه مستوى ثانوي اس الثانوي يحمل فقط إلكترونين المستوى الثانوي فيه S و B S يحمل اثنين والبي B يحمل إلى ستة ولكن لأن لدي الكربون ستة إلكترونات فقط فسأقول هنا اثنان اثنان يعني أربعة وتبقى من الستة فقط اثنان فسأضعها في المستوى الثانوي B إذا 1S2 2S2 2B2 أمثلة أخرى للهيدروجين يوجد لدي الكترون واحد فقط او عدد الذري واحد فقط اذا 1s1 الهيليوم له فقط عدد ذري اثنان اذا 1s2 الليثيوم له العدد الذري ثلاثة اذا 1s2 الاس هنا اكتمل افتح مستوى جديد المستوى الثاني 2s ويتبقى لدي من الثلاثة واحد بس 2s 1 وانتهي من التوزيع هنا البريليوم 4 اربعه عدده الذري 1s2 اكملت المستوى الاول ونحن نقول ان الاس فقط فيه الكترونين لا استطيع الزياده ثم 2s2 وايضا يستوعب الاس 2 اذا هنا انتهى التوزيع واكتمل آه البورون 5 خمسة. خمسه الكترونات اذا 1s2 انتهى المستوى الأول 2S2 2B1 لأن عندما أجمعها 2 و2 و1 يعطيني 5 ونلاحظ أنني كلما نزلت إلى الأسفل تزداد المستويات واحد تلو الآخر لا أستطيع تقديم الـ 2S على الاس خطا لا استطيع تقديمها لابد ان ابدا من الاسفل من ال1s حسب مبدا أفضل أقوم بتعبئة المستوى الأول ثم الثاني للأس ثم الثاني كذلك للبي هنا الشكل 18 2 نلاحظ تداخل المستويات لاحظ 1S 2S 2BX 2BY 2BZ ما هو هذا التداخل؟ هذا التداخل لذرة النيون حيث أن النيون عدده الذري 10 التوزيع الإلكتروني سأقوم بالتوزيع العشرة أقول 1S2 أغلق المستوى الأول أبدأ في المستوى الثاني 2S2 أنا لدي عشرة وهنا أصبح المجموع 4 تبقى من العشرة 6 إذا المستوى الثاني المتبقى فيه البي والبي يستوعب 6 إلكترونات فأقول اثنان واثنان أربعة وستة عشرة أصبح العدد صحيح اكتملت عندي المستويات وهنا انتهى التوزيع إذا عندما أقوم بالتوزيع مثلا باستخدام رسم المربعات سأضع تحت وعنون كل مربع ما هو هذا هو المربع الأول اس الثاني 2 اس والثالث تو بي والبي هنا يحمل مكتمل الزد والواي والاكس فنلاحظ ان المستويات هنا كلها ممتلئه طبعا النيون يقع في المجموعه 18 وهو من العناصر الخامله هنا ايضا في الكتاب المدرسي الترميز الالكتروني ورسم المربعات لمستويات العناصر من واحد الى عشره الهيدروجين هنا نلاحظ في العمود الثاني عدده الذري الهيليوم الهيدروجين واحد والهيليوم اثنين الترميز الالكتروني 1s1 للهيدروجين وهو اسهل التوزيع الالكتروني للعناصر الثاني 1s2 اذا قمت ب رسم المربعات للهيليوم الغرفه لا يوجد فيها الا واحد والهيليوم الغرفه يوجد فيها او المربع يوجد فيه اثنان للهيدروجين السهم لاعلى وللهيليوم سهم لاعلى وسهم لاسفل وهكذا بقيه العناصر الموجوده تبدا بالنظر اليها تقوم بالتجريب في الدفتر ترسمها وتحاول وتتدرب على العناصر لاحظ معي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه المستوى الاخير في جميع العناصر خصوصا هنا يكون شكل واضح للتو بي انني كلما نزلت الى الاسفل يبدا بتعبئه البي واحد تلو الاخر بالكترون والباقي نفس التوزيع اذا التوزيع تقريبا ثابت لجميع العناصر ولكن يتغير في المستوى الاخير على حسب العدد الذري للعنصر طبق قواعد التوزيع الالكتروني على عنصر الصوديوم آه اني اي طبعا نعرف ان المستوى الثانوي الاس يستوعب فقط اثنين والبي يستوعب سته اذا التوزيع يقول 1s2 2s2 عيني على رقم 11 2b6 اذا هنا اثنان واثنان اربعه وستة عشرة يتبقى لدي ال11 رقم 11 سأفتح المستوى الثالث وأبدأ في 3S وليس 3B ابدا في 3 اس حسب مبدا افباو فهو الاقل من 3 بي هنا بعد ذلك ننتهي ونقول انتهى التوزيع هو يقول طبق القواعد القاعدة الأخرى نرسم نرسم ماذا؟ نرسم المربعات ونعنون ون ون كل مربع لاحظ معي المستوى الأول 1S فيه إلكترونين المستوى الثاني إلكترونين المستوى الثاني 2B ستة إلكترونات جميعها مكتملة بالنسبة للمستوى الأخير يوجد فيه إلكترون واحد ستضع السهم إلى الأعلى أكتب التوزيع الإلكتروني عنصر الألمنيوم الألمنيوم 13 توزيع العدد الذري عفوا لاحظ معي 1s2 2s2 2b6 3s2 هنا أكتمل الاس ونفتح المستوى الثالث للبي نضع فيه الالكترون رقم 13 حتى ننتهي من التوزيع إذا ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة، تعلمنا مبادئ الثلاثة والقواعد الثلاثة التي تتحكم بترتيب الإلكترونات مبدأ هوباو ومبدأ مبدأ باولي، وقاعدة هند، آه، رسم المربعات والترميز الإلكتروني. أكتب التوزيع الإلكتروني في النشاط المنزلي باستخدام رسم المربعات لعنصر البوتاسيوم كي 19. طبق قاعدة هند للمثال الأول التالي. هذا هو المثال وأيضا المثال الثاني إلى هنا طلاب بنصل لنهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته